عدوى بكتيرية تسمى بالبروسيلوسيس تنتقل عن طريق مخالطتنا أو احتكاكنا أو تواصلنا مع الحيوانات بشكل مباشر نحتك فيهم أو غير مباشر. كيف غير مباشر؟ الحيوانات الماشية سواء البل، الغنام، المنزل، البقر وغيره، حتى الكلاب أيضا. طيب عن طريق إما أكلنا للحوم تكون غير مطبوخة جيدا ومصابة بهذه البكتيريا، أو نشرب منتجات الألبان والحليب وما تكون مبسترة، مبسترة يعني ما تكون مغلية لدرجة حرارة عالية تقتل هذه البكتيريا، أو أننا ناكل منتجات الأجبان أو القشطة وغيره اللي تكون فريش وما تكون مبسترة أي حمى الماطية. طيب وش الأعراض اللي ممكن يشتكي منها الشخص إذا أصيب بهذا الحمى الماطية؟ ارتفاع في درجات الحرارة، التعرق، فقدان الشهية، الصداع عند الشخص، الخمول، التهابات في المفاصل وآلام في المفاصل أو آلام في أسفل الظهر أو آلام بنفس العضلات، أو يجيك أحيانا يشتكي مفصل معين منتفخ ومورم وش السبب؟ تكون بسبب هذه البكتيريا الحمى الماطية. طيب وش العلاج؟ عن طريق المضادات الحيوية. كيف ناقي أنفسنا؟ نحاول نتجنب تواصل مباشر خصوصا عند الأشخاص اللي يتعاملون مزارع الحيوانات أو غيره، يغسل يدينه مباشر إذا احتك، لا تاكل اللحوم الا وهي مطبوخه جيدا بدرجه حراره عاليه شوي معينه، لا تتناول اي منتجات سواء من الالبان او الحليب او حتى الاجبان او القشطه اللي ما تكون مبستره بشكل عام.